السلام عليكم، أهلا بكم في كورس أساسيات البرمجة للمبتدئين مع المهندس ريف الدين. هنراجع كده اللي خدناه المرة اللي فاتت كالمعتاد. المرة اللي فاتت أخدنا العمليات وقلنا إن في عمليات حسابية وعمليات منطقية وعمليات المقارنة، وأخدنا العمليات الحسابية احنا اوريدي عارفينها اللي هم الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيره، وعمليات المقارنة وأخدنا الاكزامبلز. دول أكتر حاجتين عايزين نركز عليهم، لأن دول الحاجتين اللي كانوا جداد علينا شوية. فأنا لما بقول إن إكس بيساوي واحد معناها إن أنا بدي قيمة، يعني بخلي قيمة إكس بتساوي واحد، دي عملية assignment. لكن لما بقول بستخدم العلامتين يساوي جنب بعض او ثلاث علامات جنب بعض، معناها ان انا بقارن قيمتين، بسأله هنا هل اكس بتساوي واحد، وهنا برضو هل اكس بتساوي واحد. هنا بقارن القيمة، يعني هل قيمة اكس بتساوي واحد، هنا بقارن القيمة والنوع، هل اكس بتساوي واحد ونوعها نمبر زي ده، هنا العكس اللي هو قلنا العلامة دي نوت، فبقول ان هل اكس ما بتساويش واحد، وهنا نفس الكلام ولكن بقارن القيمة والنوع مع بعض. دي كانت عملية اختصارات. قلنا ان انا لو عايز ازود على المتغير اي قيمة، فبقول مثلا بدل ما بقول اكس بيساوي اكس زائد 5، لا بقول اكس زائد يساوي 5. نفس الكلام بدل ما بقول اكس بيساوي اكس في 5، هقول اكس في يساوي 5. هنا كانت حالة خاصة شوية، لو أنا بزود الرقم واحد تحديدا، فأنا ممكن أقول إن إكس بيساوي إكس زائد واحد، معناه إن إكس دلوقتي بقت باتنين، أو أقول إكس بلس يساوي واحد، أو أقول إكس بلس بلس أو بلس بلس إكس، وقلنا إن الاتنين دول زي بعض بيدوني نفس النتيجة، ولكن الفرق ما بينهم ترتيب العمليات، إن هنا بيدي القيمة الأول وبعدين يزود على الإكس واحد، وهنا بيزود الأول وبعدين بيدي القيمة. زي ما شفنا المثال ده، قلنا مثلا ان واي بتساوي اكس بلس بلس، معناها انه اكس هتدي قيمتها الواي الاول اللي هي كانت باتنين وبعدين تزيد واحد، يبقى بواي بقت باتنين واكس بقت بتلاتة. لو استخدمناها كده يبقى الواي والاكس هيبقوا بنفس القيمة، اكس هتزيد واحد وبعدين الواي والاكس هيبقوا بنفس القيمة. لو حسيت ان انت يعني متلخبط شوية، مفيش اي مشكلة خالص، الدرس ده هنشرحه تاني وتالت بامثلة كتير طول الكورس. افكركم ان الكورس موجود على قناة اليوتيوب اسمها فري ليرن، مفيش بينهم مسافة، او الاكونت بتاعي على الفيسبوك انج دوت ديبو، او الصفحة اللي هي برضو انج دوت ديبو دوت اوفيشال. النهارده بقى هنتكلم عن حاجة جديدة خالص اسمها الفانكشنز، والفانكشنز دي من أهم الحاجات في لغات البرمجة عموما، وموجودة تقريبا في كل لغات البرمجة. ايه بقى موضوع الفانكشنز ده؟ الفانكشنز تقدر تعتبره كده كأنه كونتينر أو صندوق جواه مجموعة أكواد بتنفذها كل مرة لما بتستدعي الفانكشن دي، حتى من غير ما تشغل بالك بتفاصيل الأكواد اللي جوه الفانكشن. فأنا مثلا لو أنا عندي مجموعة أرقام وعايز أعمل فانكشن بتحسب مجموع رقمين، بكتب الفانكشن أو بعرف الفانكشن بالطريقة دي. إحنا لو نفتكر كنت بعرف المتغيرات إزاي، بقول var x، يبقى الـ x ده عبارة عن متغير، والمتغير اللي إحنا استخدمناه فعليا في الأمثلة بتاعتنا كان نيم، فبقول var name، معناها إن نيم ده متغير مش كلمة عادية، لأ بيشيل ويحط قيمته. طيب نعرف بقى الفانكشن إزاي؟ بكل بساطة بكتب فانكشن، دي الكي وورد بتاعتي اللي بعرف فيها الفانكشن، معناها ان اللي جاي بعد كده هيبقى عباره عن فانكشن زيها زي الفار كده، كنت بعرف فاريبل، هنا فانكشن بعرف فانكشن جديده وهديها اسم، اسم الفانكشن اللي هو انا هستدعيه كل مره احب انفذ الفانكشن دي. لو انا عايز اعمل فانكشن بتجمع رقمين هسمي الفانكشن مثلا سميشن، والرقمين بتوعي هيبقوا اكس وواي، وبعدين بفتح القوسين المعكوفين دول شفناهم قبل كده. لو نفتكر الماب والاري، فكان الماب كنت بستخدم الاقواس المعكوفة كده، وبعدين جوه هنا بكتب الاكواد بتاعتي اللي هي ممكن تكون اكواد معقدة جدا او بسيطة، المهم ان انا مش هشغل بالي بالاكواد اللي جوه. فمثلا الفانكشن دي هتجمع اكس زائد واي، يبقى انا كل مرة هستدعي الفانكشن دي بكتب بس اسمها، وبكتب جوه القيم اللي انا عايز امررها للفانكشن. مثلا لما اقول له واحد واثنين، معناها ان الفانكشن دي هتاخد الواحد والاثنين وتجمعهم على بعض تدينا كام، تدينا ثلاثة. لما اقول له عايز اجمع مثلا خمسة زائد سبعة، فهقول له خمسة وسبعة،
فهيعمل ايه؟ فانكشن، اول ما اقول بس اسم الفانكشن هيقوم مدور على التعريف بتاعها اللي هو ده، وهيقول ان انا بعمل سم او سميشن للخمسة والسبعة اللي هما اكس وواي بتوعي هنا، فبيريترن اكس زائد واي اللي هما 12. ممكن بقى الفانكشن دي زي ما احنا شايفين ان ده عبارة عن الكيورد اللي بقول له عرف لي فانكشن جديد، ده الفانكشن نيم. المتغيرات دي اسمها بارامترز او ارجيومنتس، والاكواد اللي في النص دي كده عبارة عن جسم الدالة او الفانكشن بودي. وحاجة اخيرة مهمة جدا، كيورد مهم جدا لازم تعرفه، هو كلمة ريترن. ريترن يعني الفانكشن بتعود بقيمة معينة. طب نستفيد بيها في ايه؟ لو انا عندي فاريبل اسمه مثلا توتال، بقول ان التوتال ده عبارة عن السميشن بتاع اي رقمين مثلا 9 و15، يبقى التوتال ده بكام؟ 9 و15 24. فكلمة ريترن دي خلت الفانكشن نفسها ليها قيمة ونوع. يبقى الفانكشن دي اللي هي السميشن دي في الاخر النوع بتاعها ايه، او القيمة بتاعتها ايه؟ اللي هي مجموع البارامترات، تمام، ونوعها طبعا نمبر، واضح جدا. طيب لو من غير الريترن دي، لو انا شلت ريترن هيحصل ايه؟ هو صحيح ان السميشن ده مجموع 24، بس عشان ما فيش ريترن فمش هيرجع بقيمة اصلا، يبقى ساعتها التوتال ده ملوش قيمة. انا ريترن يعني ايه؟ ادي للفاريبل ده القيمة التالية. خد بالك ان بعد ريترن مفيش حاجة بتتنفذ. تعالى كده نعدل تعديل بسيط على الفانكشن دي، هنقول مثلا فانكشن سميشن. بالمناسبة لو انا عرفت فانكشن ما ينفعش ارجع اعرف فانكشن تانية بنفس الاسم، فعشان كده ايه المفروض اقوم ماسح الفانكشن دي واعمل فانكشن جديدة اسمها اكس وواي، ورحت قايل له ريترن اكس زائد واي، ورحت قايل له او من غير ريترن رحت قايل له مثلا اكس ناقص واي، وحتى لو استخدمت ريترن برضو قلت له ريترن اكس، تمام. يبقى بعد الريترن اي حاجة بعد الريترن ده كده مش هيتنفذ، كأنه مش موجود. بستخدم الريترن دي احيانا يا اما عشان اريترن قيمة معينة، او عشان اخلي الاكواد اللي تحتها ما تتنفذ. يعني دي بنستخدمها غالبا في الحالات، في الجمل الشرطية، بقول مثلا لو حصل الشرط الفلاني هتريترن خلاص ما تنفذش الباقي، لو ما حصلش نفذ بقية الاكواد، تمام. فلما اجي اقول له ان التوتال بيساوي سميشن 1 و2 هيعمل ايه بقى؟ هيجمع 1 زائد 2. طيب تعال بقى نشوف لو انا حذفت الريترن دي، تمام. يعني نخلينا بقى ايه، نكتب الفانكشن او خليها هي واضحة كده، او نكتبها ايه، هرجع اكتب الكلام ده تاني بس من غير ما وانا مشطب عليه. انا كنت الاول بقول ريتر اكس زائد واي، وبعدين قلت له اكس ناقص واي، وبعدين قلت له ريتر اكس. تعال نشوف بقى التوتال هنا هيبقى بكام. نمشي واحده واحده. انا عايز انفذ الفانكشن سميشن اللي هي دي، همرر له القيم 1 و2، يبقى الاكس بتساوي 1 والواي بتساوي 2. فهياخد اول قيمه لو انا بقى حذفت ريترن دي، يعني ريترن دي ما بقتش موجوده. لو ريترن موجوده هيجمع اكس زائد واي بيساوي 3، وتبقى دي القيمه وهيطنش اللي بعدهم وانتهى. طب لو انا حذفت ريترن دي، اول حاجه هياخد اكس زائد واي هيقول لي ب 3، تمام، بس مش هيريترن، هو نفذهم بس مش هيرجع لك بالقيمه دي. وبعدين قلت له اكس ناقص واي اللي هو 1 ناقص 2 بماينس 1، وبعدين ريترن اكس اللي هي اكس بكام؟ ب1. يبقى القيمة دي في الاخر التوتال هيطلع 1. ليه طلع 1؟ لان في الاخر
بيرجع لك بالمعادلة اللي موجودة عند الريتن، كل اللي فوق منها ده هيتنفذ بس ماليش ده اي دعوة بقيمته، هيتنفذ داخليا كده جوه الفانكشن. يبقى انا يهمني السطر اللي فيه كلمة ريتر هو ده اللي هيعود بيه، او هي دي قيمة الفانكشن. الاكس والواي هنا متغيرات عادية جدا زي المتغيرات، ولكن السكوب بتاعها بيشتغل جوه الفانكشن بس. يعني انا لو جيت تحت هنا وعندي فانكشن وحاولت اقول له هل اكس بتساوي واحد، هو اكس هنا انا مررتله صحيح بتساوي واحد، قلت له ان اكس بواحد، ولكن اكس دي معروفة فين؟ جوه الفانكشن هنا بس، يعني هنا بس اقدر استخدم اكس، لكن بره الفانكشن لا. فهيقول لي فولز، هو الحقيقه هيطلع لك ايرور كمان، مش هيقول لك فولز، لان هيقول لك ان الاكس اصلا مش متعرفه. طب ليه اكس مش متعرفه؟ اه هي متعرفه بس جوه، ينفع استخدمها جوه الفانكشن بس. يبقى دي السكوب بتاع المتغير جوه الفانكشن. لكن لو انا عرفت متغير اسمه اكس بره الفانكشن وقلت له ان اكس بتساوي واحد، او خلينا مثلا اكس بتساوي 3، يبقى ساعتها لما اقول له هل اكس بتساوي 3 هيقول لي ترو. ليه بقى؟ لانه ما بصش على الاكس اللي جوه الفانكشن، هو بص على الاكس اللي بره الفانكشن. اي حاجه بره الفانكشنز بنسميها جلوبال سكوب او جلوبال فاريبل، يعني شغاله ايه، تقدر تقول كده كان يعني الابليكيشن بتاعك او الصفحه بتاعتك فيها صندوق كبير كده، ده صندوق الجلوبال، وجوه من الصندوق ده في مجموعة functions. يبقى دي عبارة عن function ودي عبارة عن function تانية. فأي متغير شغال جوه ال function، مثلا متغير اسمه x وهنا متغير اسمه y مثلا، يبقى x ده، خلي دي مثلا ايه function 1 ودي function 2، يبقى x ده ما تقدرش تستخدمه غير جوه function 1 بس. لو انت جيت جوه function 2 وقلت له اي عمليه فيها اكس، هيقول لك سوري اكس مش متعرفه وهدي لك ايرور. الواي ده ما تقدرش تستخدمه غير جوه الفانكشن 2 بس. طب لو انا عندي متغير اسمه زد، ساعتها المتغير ده بيشتغل في الجلوبال، شغال في الصندوق الكبير ده كله. بعض لغات البرمجه جوه الفانكشن تقدر تستخدم الجلوبال سكوب، وبعض لغات البرمجه ما تقدرش، هيقول لك والله اللي جوه جوه واللي بره بره. لكن في يعني اغلب لغات البرمجه او في الجافا سكريبت مثلا تقدر وانت جوه الفانكشن تاكسس الجلوبال فاريبلز. في بعض لغات البرمجه زي البي اتش بي تقدر، بس لما يعني بتعمل حركه كده عشان تقدر تاكسس الجلوبال فاريبلز. في بعض لغات البرمجه ما تقدرش خالص، او يعني ليها شروط معينه، او لازم تحط الفانكشن ده في كونستنت معين، او لازم تمرره بطريقه معينه او حاجه زي كده. طب نراجع اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي قبل ما ندخل في الجديد. احنا درس النهارده جديد تماما، يعني مش زي كل الدروس اللي فاتت اللي هو بيبقى في حاجات انت عارفها بس بنزود عليها، لا ده درس جديد تماما. الفانكشنز او الدوال او الوظائف، الفانكشن دي بتنفذ وظيفه معينه، بيبقى جواها مجموعه من الاكواد، انت ما بتحتاجش تعرف الاكواد دي، انت بس بتقول اسم الفانكشن فالاكواد اللي جواها بتتنفذ. ده مثال لفانكشن، فانكشن بيجمع رقمين اسمه سميشن، بتمرر له الرقمين اكس وواي، فبتريترن معادله معينه او قيمه معينه، هو بيريترن مجموع الرقمين اللي انت مررتهم له. المتغيرات بتاعت الفانكشن دي اسمها بارامترز او ارجومنتس، ودي بتشتغل جوه الفانكشن بس، ما هياش جلوبال سكوب. والاكواد بتاعت الفانكشن اسمها فانكشن بادي. كل مره بتستدعي الفانكشن تقدر تنفذ الفانكشن كذا مره، كل مره بتستدعي الفانكشن بتستدعيها او بتمرر لها البارامترات بتاعتك، فبتدي لك في كل مره نتيجه مختلفه. تعالوا ناخد امثله كمان. لو انا عندي مثلا فانكشن بتحسب قيمه الضريبه المضافه اللي هي الفات، فهعمل فانكشن هسميها مثلا get VAT، او تسميها مثلا get total price، او سميها زي ما تسميها، ومجرد اكزامبل بس. الفانكشن دي بمنتهى البساطة هدي له البرايس اللي هو السعر، وهدي له قيمة الفات، يعني الفات مثلا ممكن يكون 14% 15% وهكذا. الفانكشن دي بقى هتعمل ايه؟ اول حاجة هتاخد البرايس اللي هو السعر ده وتضربه في قيمة الضريبة، تمام، وتزوده على السعر الأصلي. فأنا عندي الفاليو هنا
هقوم قايل له انا عايز الفات بيساوي كام؟ بيساوي 1 زائد فاليو على 100، تمام؟ وبعدين البرايس سوري البرايس النهائي اللي هو التوتال برايس بيساوي البرايس الاصلي مضروب في الفات. انا عملت ايه هنا؟ عشان في ناس ايه ممكن ما تبقاش شاطرة في الرياضيات، فخلوني معلش اشرحها بالراحة كده. انا عندي، لو افترضنا ان انا عندي $100، والمية دولار دول عايز ازود عليهم قيمة الضرايب، والضرايب بتاعتي 14%. طبعا 14% دي يعني 14 على 100، فانا هاخد $100 الاصليين دول اضربهم في قيمة الضرايب بتاعتي اللي هي 14 على 100، وبعدين ازود عليهم الفلوس الاصلية، يعني $100 زائد 14% من $100. الطريقة دي كده بنحسبها بطريقة يعني مختصرة شوية، بقول ان المبلغ الاصلي اللي هو $100 بضربه في 1 زائد القيمة الضريبة المضافة اللي هي 14%، تمام؟ يعني انا ما اقدرش اشرح بقى اكتر من كده، دي معادلة بتحسب لي قيمة الضريبة المضافة. لو انت ما فهمتهاش مش مشكلة، المهم ان دي معادلة ما بغض النظر عنها بتحسب ايه. فانا عايز في الاول احسب الجزء اللي جوه ده، هسميه فات، سميه زي ما تسميه، ده مجرد تسمية، هسميه فات واخزنه في متغير اسمه فات، وبعدين اخده اضربه في السعر الاصلي اللي هو البرايس. يبقى انا عندي برايس مضروب في فات، ده اللي انا عملته. قلت له فات بيساوي 1 زائد فاليو على 100 اللي هي قيمة الضريبة على 100 اللي هي طبعا فاليو في المية، اللي هي يعني بشيل دايما علامة في المية دي واحط واقسم على 100، وبعدين التوتال بتاعي بيساوي زي ما اتفقنا هنا برايس مضروب في فات. طيب تعالوا نظبط الكلام ده برمجيا. اول حاجة ده متغير جديد، يبقى انا لازم اعرفه. هقول var فات بيساوي 1 زائد فاليو على 100. المعادلة دي لو انت مش فاهمها مفيش اي مشكلة، اعتبر ان دي معادلة كده وخلاص. وبعدين التوتال ده طبعا متغير جديد، لازم هو كمان اعرفه. طيب المتغير ده والمتغير ده شغالين فين؟ شغالين جوه الفانكشن بس، يعني انا لو جيت بره الفانكشن وحاولت استخدم توتال اللي هو ده او فار او فات، اسف، اللي هو ده اللي هو فات ده اللي هو قيمة الضريبة المضافة، في الحالتين هيديني ايرور، لكن ينفع استخدمهم جوه الفانكشن بس، تمام؟ ده كده غلط وده غلط، دي اول تظبيطة. لسه الحاجة التانية دي بنكتبها على الكيبورد ازاي؟ ما عنديش انا اللي هو عايز اقول فاليو على 100، فهكتبها كده، نمسح بقى الكلام ده، هقول 1 زائد فاليو على 100. نخلي بالنا من الدرس اللي فات، قلنا اولويات العمليات الحسابية، نخلي بالنا منها قوي. هنا مين اللي هيتنفذ الاول، الجمع ولا القسمة؟ احنا قلنا ان الضرب والقسمة الاول وبعدين الجمع والطرح، يبقى هو هياخد الكلام ده ينفذه الاول وبعدين ده، وده في حد ذاته صحيح. لو عايز تطمن اكتر وتتأكد اكتر ان انت شغال صح، حط الكلام ده ما بين قوسين، احنا قلنا اللي ما بين قوسين دايما بيتنفذ الاول، يبقى هو هياخد يحسب النسبة المئوية بتاعت الفاليو وبعدين يجمعها على 1 وبعدين يضربها في البرايس. طيب انا عايز بقى ريتيرن فاليو، انا عايز، عملت الحسابات دي كلها، انا عايز جيت فاليو او الفانكشن دي في الاخر ترجع لي قيمه معينه، انا عايزه يرجع ايه؟ يرجع التوتال، هو حسب التوتال خلاص، فهيريتيرن توتال. ده معناه ان انا لما اجي انفذ بقى الفانكشن، انا كده ايه؟ عرفت الفانكشن وعرفت هي الفانكشن دي بتعمل ايه، عايز بقى انفذ الفانكشن دي. طب لو انا عايز احسب، لو انا عندي $100 وعايز ازود عليها قيمة ضرايب 14%، فهعمل ايه؟ مش هكتب اكواد ومش هكتب معادلات وما يشغلنيش خالص بحسبها ازاي، عندي فانكشن جاهزة بتحسب لي كل ده. يبقى انا هقول له get value او get vat، وبعدين الفانكشن دي بتاخد متغيرين، متغير اللي هو البرايس الاصلي اللي هو $100، والمتغير التاني اللي هو قيمة الضرايب اللي هو 14%.
هو كده هيحسبها. تمام. طب لو انا عايز احسب لو عندي $200 والضرايب 22%، بكل بساطة من غير ما افكر في اكواد ولا معادلات ولا اي حاجة، هقوم قايل له جيت فاليو او جيت فات الفلوس $200 والضرايب 22%، شوف بقى دي هتطلع لك كام. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن القيمة الافتراضية او الديفولت فاليو. لو افترضنا ان انا مثلا ما حددتلوش القيمة الافتراضية للضرايب، فانا يعني كشخص بأسس سيستم معين، انا مظبط ان الضرايب لو ما ذكرت لهاش قيمة خدها ب 14%، يبقى هعمل تعديل بسيط جدا على الفانكشن دي. هقول له الفاليو دي، مفروض ان انا عندي هنا برايس وفاليو، فانا عندي برايس وفاليو، هقول له الفاليو دي افتراضيا خدها 14%. ايه ده بقى؟ هنا حسب لي الضرايب لو الضرايب كانت 22%. طب لو انا قلت له بقى جيت فاليو، وهنا حسبها لي لو 14%، رحت قال له جيت فاليو او جيت فات احسب لي ال $200 دي بعد ما ادفع الضرايب بتاعتها هتبقى كام، فانا ما حددتلوش قيمة الضرايب، يبقى هو افتراضيا هيحسبها لي على انها 14%. دي حاجة اسمها الديفولت فاليو او القيمة الافتراضية. القيمة الافتراضية معناها ان لو انا ما حددتش قيمة فاليو خدها ب 14، طب لو حددت هتاخد اللي انا محدده. تمام. يبقى انا عندي كده، انا استخدمت الفانكشن 3 مرات، مرة فيهم قلت له احسب لي التوتال بتاع القيمة لو السعر الاصلي $100 وزودت عليه 14% ضرايب. في التانية قلت له لو السعر $200 وزود لي عليه ضرايب 22%. التالتة قلت له لو السعر $200 وما حددتلوش الضرايب بكام، ساعتها هياخد القيمة الافتراضية اللي هي 14%. نصيحة أخيرة كده، الفانكشن دي بتعمل أكشن معينة، فحاول على قد ما تقدر تخلي اسم الفانكشن يكون فيرب او يكون فاعل، يعني حاجة وبيوضح هو بيعمل ايه او بيعكس بالظبط هو بيعمل ايه، وحاول تخلي اسمه مختصر شوية. يعني مثلا انا هنا مثلا في summation، فواضح ان الفانكشن دي بتجمع ارقام في بعض. فانكشن زي دي مثلا get value او get vat، واضح من غير ما تدخل في تفاصيل الفانكشن انها بتجيب لك او بتحصل على قيمة الضريبة المضافة. لو انا عندي مثلا فانكشن المفروض انها بترحب بالناس مثلا، يعني تعالى نكتب كده فانكشن تانية، هقول فانكشن ده تدريب المفروض كنت هسيبه لك هومورك، بس يلا نعمله مع بعض. عايز اعرف فانكشن اسمها ويلكم او شو ويلكم او اي حاجة، شو ويلكم مسج. تمام. انا بس بديله اسم الشخص، وبعدين الفانكشن دي بتريتر، فبكتب هلو فلان يو ار ويلكم، ما ننساش ان ده عبارة عن string فبحطه ما بين quotation mark، وده variable ما بحطهوش ما بين quotation mark، وده برضو string. وبعدين بعمل concatenation ما بين الفاريبل او الاجزاء وبعضها اللي هو جزء وجزء وجزء. تمام. بعمل كونكاتينيشن يا اما بعلامه البلس يا اما بالدوت، على حسب طبعا لغه البرمجه اللي انت بتستخدمها. حاول تخلي بقى فانا هنا لو حابب استخدم الفانكشن مثلا هقول ويلكم، وبعدين شريف الديب مثلا، وممكن احط دي جوه متغير هسميه مسج مثلا. يبقى هو هيعمل ايه؟ هياخد الاسم اللي انا اديته له ده، وبعدين هيدخله في الجمله دي، فهيقول لي هالو شريف الديب يو ار ويلكم. حاول تخلي اسم الفانكشن بفعل وبيدل على هو بيعمل ايه. مثلا جيت كذا يبقى انت بتحصل على قيمه معينه، شو مسج مثلا يبقى انت هتظهر له رساله معينه، سند مسج، تشيك بيرميشنز يبقى انت بتعمل تشيكنج هل المتغيرات دي مظبوطه ولا لا. في حاجتين بقى في الفانكشنز مش هشرحهم دلوقتي، لكن خليك تبقى عارفهم. الانونيمس فانكشن واللامدا اكسبريشن.
الانونيمس فانكشن هي فانكشن عاديه جدا جدا خالص شبه دي بالظبط، فيها كل حاجه زي اللي انا شرحتها بالظبط، ما عدا انك ما بتديلهاش اسم للفانكشن. كلمه انونيمس يعني مجهول، يبقى فانكشن مجهوله. بنستخدمها دي لما نحب نمررها لفانكشن تانية. يعني لو افترضنا ان في احد البارامترات بيبقى عباره عن فانكشن، فانا مش محتاج اديله اسم للفانكشن لاني مش هستخدمها كتير، مش هستدعي الفانكشن باسمها. هنشرحها بالتفصيل بعدين. حاجه اسمها لامدا اكسبريشن، ده زي طريقه كده لكتابه لامدا بطريقه معينه مع بعض الاختلافات. وفي حاجه طبعا في فانكشنز تانيه زي الميثودز، دي بتستخدم مع كلاسز، وبما اننا ما شرحناش الكلاسز فمش هنشرحها دلوقتي، هنشرحها مع درس الكلاسز. فاشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي، وما تنسوش تشتركوا في قناه اليوتيوب اللي هي فري ليرن. وتدخلوا على الاكونت بتاعي على الفيسبوك اللي هو انج ديبو، والصفحة اللي هي برضو نفس الاكونت بس هتزود عليها اوفيشيال، ده عشان تتابع الكورس بالكامل. وابعت لي اضافة على الاكونت عشان ادخلك الشات الخاص بالكورس، وسيب كومنت عشان برضو لو عندك استفسار او حاجة، ولو ما عندكش سيب كومنت برضو عشان ادخلك الشات بتاع الكورس. والسلام عليكم ورحمة الله.